في حالة سلوك غير لائق أو خطير لهذا السائق يرجى اتصال إلى ولعنة الله وعليكم إلى يوم الدين. وانتم بمن تتصلوا أولاد الحرام؟ انتم هاد الشيفور هذا مسكين يضرب الليل والنهار، بمن تتصلوا؟ بمن تتصلوا؟ تهوى بكم الله، بمن غتتصلوا؟ بمن غتتصلوا؟ غتتصلوا بالعالي، غتتصلوا بالله عز وجل، غتتصلوا بربي اللي خلقنا وخلقكم وخلق الارض وخلق الناس اجمعين، ولا غتتصلوا به؟ وحنا كنتصلوا به دائما. حال واحد المرة انا وقعت لي هاد الحالة، حيت حنا عندنا نمرة الشركة في سميتو عليا بلاتي من قصد الشركة، حنا عندنا نمرة الشركة مكتوبة فيها، مكتوبة راهي مكتوبة في الصندوقة، راه مديرة في الإشهار ديالنا. ناض واحد كروازيت معاه في طريق الجبل، داير الفيراج، داير مهرس الفيراج، انا عندي الباريار، هو عنده واحد الكوطمة كبيرة كيبلاصي فيها طوموبيلات، شي مرات الا شي واحد دار في داك الفيراج وجه شي اون بوين كيخدا لي بلاصي تما، هو جاي لعندي، فرانيت وقفت وخليتو يلعب بطوموبيلتو على خاطرو ترجع للطريق، تقعدت مع الطريق شوية، تقعد لي السيد المسؤول المدني ديال الشركة، وي حكيمة بخير لاباس صافا الحمد لله، قالي حكيمة راه واحد السيد تبرى منك، ها فهذا هذا، قلتلو ما نهضرش معاك دابا، غدا لنا موعد ان شاء الله وغادي نهضرو. لا ضلي جيت لديك البلاصه ودرت فيديو، قلت له ها انا من جاي وها هو فين غادي، شنو بان لك؟ قال لي صافي صافي. غنقول لكم وانا وعيط ليا المنهر في الوزاره، ماشي تعيط ليا الشركه، واللي فيا فيا، انا ما ندوي على راسي، وهاد الشيف المساكن معانا هادو اللي تعيط لي الاداره، عتعيط لي الوسيدي الاداره، هاد الاداره هادي غادي تقطع عليه ودنو، وراه اسمع الشيفور عندو بيرمي جلدة، وديك الجلدة فين ما مشى يخدم، هاديك جليدة، إلا مشات ليه ما كيعقل عليه حتى شي واحد إلا من رحم ربي، قلال الناس اللي عمرها دار. مثلا أنا غنعطي مثال بالباترون ديالنا، نهار وقعت لي الحادثة خدمني، دخلني خدمني، عطاني خدمة أخرى بوست يعني اللي مغحتاجش فيه البيرمي، والحمد لله خدمت وتخلصت عادي، حتى شديت البيرمي ديالي، وقع الحديث ديال بحالو قلالين، قد نقول من عادمين كاع دوك الناس اللي كيقولوا لي علاش بقى خدامه مع الشرايبي ولا بان والتكرفيس والغبره والشمس والتماره هادشي كامل كاين، ومتفق معاكم. مالك اخويا مالك دعوالك الله، انت مالك مالك كطس صغير راسك، مالك كطس صغير راسك، سير بحالكم اللي خوسخوا البلاد، غسير سير هاد البلاد ولينا بغينا نطجو نهربو منها، الله يعفو عنا منها كاع. تجي تبدا مدوبل كاميو كتجيك طوموبيل، خاصك تحيد لهم الطريق، نعس نتا تلاح في الكوطما سير الربيع تكا ما عندوش مشكل، هما خاصو يدوز هو، فاخر المطاف كتلقاه متكي ولا مقلوب في شي قنت ولا داخل في شي طوموبيل ولا داخل في شي كاميو ولا داخل في شي تران ولا داخل في شي باريار، غيب بوحدو شحال من واحد لقيتو داخل في الباريار غيب بوحدو، ولا تلقى اون بان دير كالسينيال وقف وسط لوطوروت بحال وحدين، شي يومين دابا هما دابا وحدين واقفين، انا هما وحدين اخرين واقفين عاوني بحال وحدين، واحد 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 طوموبيل، شي يومين دابا بالليل الفيراج ديال عين عرمه، حنا طالعين مشارجين يلاه شدينا الفيراج غادي ندور الفيراج الاول داير على اليمن، راكم عارفين البدايه ديال عين عرمه عاد كتكون الطريق كيكون طوموبيلات جايين مدوبلين، كاميونات اللي بها اللي بدا يفشل، ها اللي باقي ملونسي خاصو يقعد ما خاصوش يفشل الكاميون، مع جاي مدوبل لي واحد السرب ديال الطوموبيلات، مع انا باقي الكاميون عندي شاد في راسو، مع كنلقى واحد الطوموبيل سيتي واقفه جنب الطريق هكا والروايد على الخط الابيض، ماشي مشكل نقدر ندوز من حداها كاع وهانيه، خلي الطوموبيلات يدوزو كافيه الطريق، دوزو مجموعين حتى واحد فينا ما يضر، الكارثه العظمى دير كارت سينيال ماشي مشكل، الكارثه العظمى هي ان هاد السيد هذا داير
حل البيبان بزوج في الطريق، حل البيبان في الطريق. شنو كيدير عباد الله؟ شنو كيدير؟ هذه المفاجأة. أنا قلت هاد السيد عنده أمبان وشوفي جا بلاصة خطر، جاتني شوية قضية قاصحة. كيبول عباد الله كيبول، وبرهوش ماشي نقولو شي راجل كبير ولا، وما لقيتي فين تبول عباد الله. وبول سروالك وما توقفش ديك الوقفة، وبول سروالك عباد الله وما توقفش ديك الوقفة. مالك أخويا على ديك الحال وانتوما سبب الكوارث وكتلصقو في كاميونات؟ ورا كاميون مسكين جاي ما متقل ما عندو فين غيهرب، وتلامي لا إله، يا إما يدوز فيك نتا يا إما غيخرج عند الآخرين غيديهم معاه، يا إما يا إما يا إما. ومالكم أخويا على حالتكم؟ في الآخر كتردو السائق المهني وكتردو كلشي للشيفور مسكين. مالكم أصاحبي؟ وحنا دابا غير هضرة جبدات هضرة، ودوك الناس مسؤولين اللي كيقولو اتصلوا بينا، اتصلوا بكم أسيدي ولكن حققوا بحال باترون ديالنا حنايا. كنهضر على الشركة ديالنا، باترون ديالنا شرا يبيع ثمن الضخامة، كيجي عندو شي واحد ماشي في تيرا شنو كيدير؟ كيحقق، كيظلمش، كيحقق. التحقيقات اللي ممكن يديرها كيديرها، ولا ما ممكنش يديرها يقولوا صافي واخا. انا عيطت ليه قلت سي عثمان، ترى هاد الناس هادو راه راني حطيت واحد البنو جبته معايا زيت لبن حطيته، وجا الطوموبيل ديال السيكيريتي في المرسى وكالاتني، كالاني قال لي حيدي داك البنو من الطريق، بالرغم انني حطيت وحدة بيرو، بيرو ديال الشرايبي في المرسى، مكسب ديالو خاص بيه حيت الشرايبي هو اللي شاد المرصى في الشطابة، داكشي التراكسات وهذا حدا البيرو ديال التراكسات، يعني تما ما داير حتى واحد. البنو جا واقف بغيت ندوز حبسني، حبسني قلت له راه ما نحمقش معاك راسي، ما هبش معاك راسي. المهم الا شدوني صحاب البيضاء غندير بونز، ما شدونيش انا دايزه وكنكمل لكم الهضره. المهم ما غاديش نحمق معاك راسي، عيط للباترون صحاب البيضاء داروا لي جام، برافو ردي عليهم، تحية للسائقين المهنيين والسائقات. وكتجي كتبحال مع سيكيريتي، كتبحال كتبحال ماشي كلشي، كاينين شي سيكيريتي حلوة الله يعمرها دار، شي سيكيريتي حلوة أنا كنعتبرهم من العائلة، كنعتبرهم من الأحباب والأصحاب الله يعمرها دار. كاين شي سيكيريتي ميكروبات، شي ميكروبات والله يتقول لي زاف ديال المدبيحة. ما علينا، عيط للباترون ديالنا كاين تما في المرسى، انا عيط له ما عرفتوش كاين في المرسى. قلت له سي عثمان انا حطيت بنو جبتو التراكس، انا حاليا بغيت نخرج براكاتني الطوموبيل ديال السيكيريتي ما خلاونيش، قال لك سيري هزي داك البنو. تخيلوا معايا البنو ديال التراكس هزاتو التراكس في الديبو اللي حتو ليا، انا غنهزو بيديا غنردو. قالوا لي سير ردي اللبان وحيديه من تما. قلت له انا حدا المكتب، راني حطيت حدا البيرو ديال ديالك. قال لي ما تحركيش من تما، قال لي بقيت تما انا جاي دابا دابا انا عندك. اش دار؟ جاب دوره، جا ما هضرش مع داك الشاف ديال لي سيكيريتي، اش معاه؟ جاب الدوره، انا درت له ديجا فيديو بعدا، جاب الدوره، جا داب الدوره ديالو، جا شاف البنو، غيمشي للاداره الكبيره ديال هذوك لي سيكيريتي، شاف السيكيريتي ديالو واش داير ليا، صافي واخا نكون انا داك السيكيريتي سبيت وعرقت ليه، شنو درت ليه؟ ما خصوش يدير لي ديك الحاله. شاف واشنو دار ليا، شاف واشنو دار ليا، هو يدير هو يمشي عيط للشاف ديالو. صافي جابو حقق معاه، جابو قال له اجي، جابو انا رجعت مار شاريار ضربت هذاك البنو حيدتو، ورجعت مار شاريار قلت له تحيد من قدامي غندوز فيك، حتى انا ما مساليهش باش بقى جالسه لك هنا. مشيت للصف شديتو ويتبعني هو داك الطوموبيل توقف ورايا، يلا غنزل بحال هكا غادي يجيب دوره بالكاميو باش لاجا قرب مني ديك الساعه انا نعرف الحدود اللي غادي ندير معاه. هو وقف الباترون ديالنا مع الشاف الكبير ديالو مسؤول ديال الشركه ديالو، وقف قال لي شنو وقع، ديجا هو قال لي شنو وقع، قال لي شنو وقع، قلت له اشنو اللي وقع واللي وقع. هذاك الشاف ديالهم هما منافق بغى يرد اللومه كلها ليا، قلت له بعدي حنا ناس مزيانين يعني هما ناس معصومين عن الخطا، هما غير خطاؤون، ولكن باترون ديالنا فشكال معلم. الا قالوا باترون باترون بالهيبه وبالجمال
وبالفلوس وبالاخلاق وبالخير وبكل شيء. كنت تباها بي وكان افتخر بي وخدامة معي، ونهار غتبان لي شي خدمة محسن غنمشي لها. ولكن محسن، وملي كنقول محسن ما تمشي 10000 درهم وتقول لي اجي تخدمي ب 10000 درهم مليون الشهر، هذيك هي محسن. لا، الا لقيت شي خدمه اللي ب 15000 درهم حتى ل 20000 درهم ومرتاحه شويه غتمشي لها ان شاء الله. قل من 15 درهم، 15000 درهم، 20000 درهم، انا كنقول عاوتاني ربي راه كيحنت ما غنمشي لهاش، حيت هاد السيد ما خاصني معاه حتى شي خير. هاد السيد هذا لقيا مع راحتي، ولو كاين شي مشاكل مع شي مسؤولين عنده، ولكن الدنيا هاني هذوك مسؤولين صوت فيهم ودوز، شي مرات صوت فيهم شي مرات كيرطابو على حسب، ولكن اغلبية المسؤولين عنده الله يعمر هذا صراحة الله. انا شهادة السيدة اللي كتعطيني الخدمة الشافة ديالنا الله يعمر هذا، هي اللي كتهمني، هي اللي كتعامل معايا يوميا. البنت اللي كتاخذ من عندي الخدمة الله يعمر هذا، هي اللي كتعامل معايا يوميا. الشاف ديبو شي مرات كنتناقش معاه وكندور فيه كاع شحال مرة عيرتو كاع وكوالو، كيقول حكيمة مريضة وختنا وحبيبتنا وراه ظريفة وقلبها بيض ما نديش عليها، شحال مرة عيرتو كاع. وديك النهار كاع قلت له غنضربك كاع وزيتي يدي غادي نلقيها معاه، وبالرغم من أنه يعني هو شاف عليا وكبر مني وما خصنيش تكون في هذا الأسلوب. أنا كنقول أنني كنت في أسلوب حقير، أنني كنت في أسلوب متدني ملي وصلت مع هذيك المرحلة، ولكن عصبني وحكم عليا العصب. ماشي مشكل، ماشي مشكل، ولكن واخا هكاك تحية ليه طارق الله يحفظك اخويا. مكنحسش ليه مكابا ابدا. انا قلت لكم كنت غنضربو، كنت نحسو كابا ما قلتش لكم كنت غنضربو، راني سكنت وخبيتها. هضرت معاه طلبتو على الدراري قلت له عطيهم كاميونات، البنت قلت له بدل لها الكاميو بدل لها في البلاصه، ما تخسرش ليا خاطري بالرغم انني يلاه مدير زمان من حكاش الشهر، هو بجا ما خسرش ليا خاطري وعطاها مرسيدس كاميرا كاع ما كانت مسكينه كاع كتحلم بها، فرحات بحال ما شنو خدات. دري ستاجير كانوا عاطينو ضاف بدلها له عطاها مرسيدس من الاخرات كاع، باقا ما ضربتش 10 سنين وما كانش مسكين كيحلم بها بالفرحه. انا بعدا بسلو راسه بالفرحه اللي دوك الناس، ودوك الناس هما بالفرحه ديالهم، راه داك السيد راه مكراش كاع يعنقني والله العظيم بديك الفرحه. قال لي ما كرهت نعنقك، واخا التين ديالنا ما كاين حتى بجوابها كرهت، قال لي نعنقك. قلت له شوف، قلت له فهمتك وحسيت وديك الفرحه ديالك، سير الله يسهل لك رزقك، هذاك ربي اللي جابولك ماشي انا غير كنت وسيطه خير. تحيه لبال بقيتها، هو كان معنا الله يعمر هذا الرجوله. انا هضره كتبد هضره ومسؤولين، وهضرنا على مسؤولين اللي كاتبين، وتا المسؤول المدني ديالنا اقسم بالله العلي العظيم الا داك السيد شكل انا غير البارح كنعيط له عندي مشكل في الطبيب وما فاتنيش ما خلاهنيش، كيعيط ويعاود يعيط وكيعيط المدير الكبير ديال الكلينيك، كيعيط له كيعاود يعيط وكيعتذر مني، واختي حكيمه غيدير دوك الناس كاع اللي كيهضروا بالسوء على الشركه الشرايبي ما توصلوهاش وما وصلتوهاش وما عمركم توصلوها، الا وصلتوها غادي تسيلوا ليا باذن الله ومشيئتي غادي القدام، حيت كيدير الخير داك السيد، الشركه ديالو غادا القدام. واخا كيقول لكم ضروري من الميكروبات كاينين ضروري، لا في الشيافر لا في شي مسؤولين، ولكن قلالين زعمتينهم، دوك الزوينين زعمتينهم، دوك المزيانين اللي كيخدموا بنيتهم واللي عندهم يعني القلب ديالهم زوين، هذوك زعمتينهم. المهم المسؤولين اللي كيكتبوا النوامر ديال هذا، ملي يجيكم شي مفتري يعيط ليكم، تحققوا بعدا تحققوا، الله يجعلكم توصلوا لطرق السيارة وتجبدوا الكاميرات ديال طرق السيارة وتعرفوا شنو كاين، وما تظلموش داك السيد على وديت واحد ما يعيط لكم. وكذلك كاينين شي شيافره متعدين في الطريق، يعني تلا عيطوا لكم راه يستاهلوا انهم يعيطوا عليهم، ولكن ماشي كلشي، راه قلت لكم راه كاين غير واحد لهنا. والمهم هذا ميساج، وشدتني هذه الحلقه هذه وهضرت بهذه الطريقه وعطاتير، انا مريضه وكنزيد على راسي، ولكن الحمد لله على كل حال. دائما كما عودناكم قناه السائقه المحترفه حكيمه، كل مره كتلوح لكم موضوع مهم او ملاحظه او ملاحظه قيمه او معلومه او نصيحه او 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 او, أو. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من هذه المناظر الخلابه اتجاه راس إيجيري من كناس.
رادار الطون تجارة سجري. تحياتي لكم.